لا ترمي قشور البيض. رح نساوي أقوى ماسك للمسامات المفتوحة، ماسك سهل التطبيق بمكونين فقط، ورح تشوفوا النتيجة من أول استعمال. خلونا نتعرف على الطريقة خطوة بخطوة. Let's go. يسعد أوقاتكم أحبتي، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة، معكم لبينا رحي حاصلة على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية بلوج الشيخوخة وجمال السيدة بعد الأربعين. اليوم رح نرد على سؤال كتير ورد بالتعليقات، ما هو علاج المسام المفتوحة؟ ماسك اليوم ماسك بسيط، نعتمد على قشر البيض لأنه رح يكون بمثابة صنفرة للوجه. نستخدمه مع جيل الأوليفيرا. جيل الأوليفيرا رح يساعد بتشكيل هيدا الماسك، لكن بالبداية لازم نحضر قشور البيض. مثل ما نكون ملاحظين، قشور البيض رح يكون في جواتها الغشاء. رح نحاول نزيل الأغشية كلها، وبعد إزالتها رح ننتقل على المرحلة الثانية. نحن حتى يكون قشر البيض نظيف مناخد قشر البيضة المسلوقة، فهي متعرضة للحرارة ونظيفة. بعد نحن ما منسلقها ومناخد القشرة، إذا بتلاحظوا رح يكون موجود عندي اللحاء الأبيض. منشيل اللحاء ومناخد فقط القشرة بهيدا الشكل. السبب في ذلك أثناء الطحن بدي حولها لبودرة، إذا كان موجود الغشاء ما بتنطحن منيح. رح أطحن قشر البيض اللي أنا قشرته وتحول لبودرة، ومننتقل للمرحلة الثانية. وهيك صار شكل قشر البيض بعد ما طحناه. بناخد ملعقة من قشر البيض المطحون ورح نضيف له جيل الأوليفيرا. ملعقة من جيل الأوليفيرا مع ملعقة من ومنخلطه. إذا كان القوام لساته ما كتير رخي من رخي، بس حسب ما هو واضح. لاحظوا القوام رائع، هيدا هو القوام اللي أنا بدي إياه. منجهز البشرة ومنحط الماسك مع بعض. نظفنا البشرة وصارت جاهزة حتى نحط الماسك عليها. لاحظوا منوزع الماسك على كل الوجه، حتى انه تحت العين، لكن لما بنعمل للعين حركات بتكون انعم من هيك. تحت العين ممنوع الجفاف كمان. لاحظوا خلص. فيكم تجربوا الماسك بعد ما حطيته على ايدين، فيكم تجربوه على ايديكم. لاحظوا لما رح نساويه على ايدينا رح تلاحظوا انه قاسي، في شيء عم يجلي الايدين جري. هلا هذه الحركات القوية على الوش اكيد ما رح نتصرفها، على الوجه رح تكون بطريقة كتير لطيفة. لاحظوا حركات دائرية، وين في عنا مناطق مسام مفتوحة عند الخدود. مثلا أنا عندي حبة ملتهبة، أكيد ما بحاول إني أجرحها مشان ما تترك ندى. التنظيف عميق رح يكون للبشرة. هلا انا عندي مسام بالخدود، لاحظوا ما بيكون الضغط قوي.
5 دقائق ومنروح منغسل، لانه ما بدي اياه يجف على الوجه. اذا جف على الوجه بصير قاسي. بس لاحظوا انتو البشرة بلشت تبين نظافتها. ابقى 5 دقائق وبرجع لكم. هلأ صار وشي بعد ما خلصنا الماسك الرهيب، راح نحط كريم الترطيب حتى ما نخلي البشرة تجف، لأنه في عندي بشرة جديدة نظيفة. من فوائد قشر البيض للبشرة، أول شيء بيعيد توهج البشرة لأنه بيشيل كل الطبقة الميتة، بخفف من الإفرازات، لأنه أنا شلت الطبقة الميتة ما بقى في مكان حتى تتخبى فيه الإفرازات. إذا قلت الإفرازات معناته ما بقى بصير في عندي مسا مفتوحة. رح تحس السيدة بعد الماسك بإشراقة ونضارة لبشرتها، البشرة صارت عم تتنفس، صارت طبيعية. لازم نطبق عليها كريم العناية حتى ما تتعرض للجو الخارجي وتتشوه هذه البشرة اللطيفة. للسيدات اللي ما عندهم جيل الأوليفيرا، نقدر نستخدم القشر المطحون للبيض مع اللبن على سبيل المثال، مع عصير فيتامين سي وليكن البرتقال، أي مادة لطيفة بيقدر الكلس والمواد الموجودة بالقشرة انه تتغلغل فيها ونقدر نستخدمها على بشرتنا. انا جربتها مع جيل الأوليفيرا، مع اللبن، مع عصير البردقان، رائعة جدا، مع الفريز رائعة جدا. المواد الحمضية اللطيفة مثل الفريز والكيوي والبرتقال رح تخلي الكلس انعم ورح يتغلغل بالبشرة الى الداخل ورح نضمن نظافة البشرة. طيب ممكن تقولوا لي ليش نقينا قشر البيض؟ قشر البيض هو كلس طبيعي من رحم الدجاج، يعني تشكيل قريب من تشكيلة بشرتنا، ومهم كتير نحن ننظف البشرة كل فترة، وهو منتج طبيعي ورح تنحل فيه المواد الطبيعية اللي موجودة ببشرتنا، ورح تلاحظ السيدة جمال وتوهج وإشراقة. وإذا كان في عنا شوية تجاعيد خفيفة رح تروح لأنه هي كانت بالطبقة الميتة. صبايا أنا بتشكركم كتير على متابعتكم، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير، وبتمنى إنكم تشاركوني بتجاربكم. رح شارككم بتجارب سيدات رائعات. سيدة جميلة عم بتقلي شكرا يا دكتور، الدنيا فرقة معايا فعلا، صغرت 10 سنين وبعمل التمارين بدقة. حبيبتي كل شيء اتشكر منك، الله يبارك فيكي. انا عمري 42 سنة وعندي ترهل بالدقن الرقبة، طبقت التمارين صار عندي فرق وشد. وهذا هو جمال اليوغا، النتيجة المنوصلة ما بترجع لورا، بالعكس بنستمر، وإذا استمرينا بتطبيق التمارين رح تبقى موجودة على وشنا. بتشكركم وانطروني بالفيديو القادم.